أكيد أكيد، صباح الخير لكل حدا انضم لنا ولا مشوارنا الصباحي لهيدا اليوم. دائما المرأة، رح نقولي أكثر من نصف المجتمع، دائما الاهتمام بالمرأة، دائما الإنجازات اللي بتقدمها المرأة هي إنجازات دائما منسلط الضوء عليها. الاهتمام بالمرأة، التدريبات اللي لازم نقدمها لحتى تضل هي الأساس بالمجتمع، يعني فاتن أكثر من نصف المجتمع المرأة، يعني مو انحياز يعني لكن لانه هي ما بس صارت الام والاخت والزوجه، صارت كل شيء بالمجتمع، يعني صارت عم بتكون بكل المجالات، حتى عم تدعم الاشخاص الثانيه، عم بيكون في دعم كمان للنساء بين بعضهم لحتى يكونوا اقوياء، الاشخاص اللي مروا بتجارب سيئه عم بيستفادوا منها ويكونوا يعني يطلعوا منها باجمل الاشياء واحلى التجارب. يعني عم نشوفه نحن بالمشاريع البسيطة، دائما عم نكون عم نسلط الضوء عليهم بالقطاع العام، بالقطاع الخاص، بالمشاريع الخاصة، دائما هي عم بتكون أم، دائما عم بتكون هي حتى عاملة بكافة الأعمار ولا يعني ما عم بيكون في عمر محدد عم بتكون عم تعطي فيه، بتشوفيهم يعني عم بيكونوا من أول ما بيكونوا عم بيدرسوا بالجامعة عم ببلشوا هيدا القصص. صحيح طبعا، والعديد من الجمعيات تهتم بالتدريبات المقدمة للمرأة، من الغرفة الفتية الجيسي أي كان مؤخرا عند مؤتمر مشروع المرأة الرائدة. لحتى نتعرف أكثر على هذا المشروع ونتائج المؤتمر، رح تكون معنا نائب رئيس الغرفة الفتية الدولية باللادية صباح العلي. يسعد صباحك. أهلا وسهلا فيك، صباح النور. صباح الخيرات. ورح يكون معنا مدير مشروع المرأة الرائدة ماري طبيقي. صباح الخير، يسعد صباحك. صباح الخير، أهلا وسهلا فيك. صباح الخير. صباحكم ضيوفنا، أهلا وسهلا فيك. بداية إذا بدنا نتعرف أكثر على هذا المشروع، أهدافه كيف بلش؟ تفضلي. هلأ فكرة مشروع المرأة الرائدة بظروف الفترة الأخيرة، ظروف الحرب، الكوارث الطبيعية اللي مرت على هالبلاد، كتار من السيدات فقدوا شغلهم، فقدوا معيلهم، وفي منهم عندهم أفكار إريادية وإبداعية بس ما قادرين يطبقوها على الواقع لأنه ما عندهم تمويل كافي. فإجت فكرة مشروع المرأة الرائدة، هو مقسم على عدة أجزاء، نحن نحاول من خلال نأمن تدريبات للسيدات بالمجال الإريادي والإداري والنفسي، ونحاول بالمرحلة الثانية هو اللي كان المؤتمر نشبك هدول المتدربات مع رجال وسيدات أعمال من سوريا لحتى يحصلوا على التمويل الكافي لمشاريعهم. حلو حلو. ماري، لو نحكي الفكرة والغاية من مشروع المرأة الرائدة، حضرتك مدير المشروع. تمام. هلأ فكرة المشروع كانت تأمين تدريبات نظرية وعملية بعدة مجالات، كانت بمجال ريادة الأعمال والمجال الإداري والنفسي، وهذا الشيء بيساهم بدخول المرأة لسوق العمل، وهذا الشيء بيخليها تعتمد على ذاتها وتحقق أثر مستدام وبتحقق متطلباتها الحياتية اليومية. المؤتمر هو كان المؤتمر الأول ولا سبق مؤتمرات قبل حضرت له؟ لا، التدريبات بالبداية، بعدين إجا المؤتمر اللي كان هدفه التشبيك بين سيدات ورجال أعمال من سوريا، وكان بضم كمان شركاء المشروع ممثلين رسميين للتشبيك بين المتدربات وسيدات ورجال الأعمال. يعني فينا نقول هي الخطوة الثالثة اللي حضرتك حكيتي إنه هي مراحل، الخطوة الثالثة كانت المؤتمر. تمام، لأنه هي في مرحلة كان عندنا معرض أعمال للصبايا اللي عندهم أفكار، فنحن دمجناها بالمؤتمر، يعني المرحلة الثانية والثالثة اندمجوا بي حلو. حكينا نحن عن تدريبات بمجال الريادي والمجال النفسي. تمام. نلقي الضوء شوي على هيدي التدريبات، على شو كانت عم تركز، وخاصة المجال النفسي لأنه يمكن ما كتير وضحت للمشاهدين. هلا نحن ببداية التدريبات نزلنا رابط تسجيل إنه حددنا الفئة المستهدفة، العمر، الصبي يكون معه شهادة جامعية أو حتى نعرف خلفية كل صبي وقديش نحن قادرين نعطيها تدريبات. حلو. فسجل عنا، كان أخذنا من ضمن الصبايا اللي سجلوا اللي حققوا الشروط، كان معنا 23 متدربة. تدريبات ريادية، مجال الريادي المتعارف عليه، الإداري نحن ضوينا عن نفسي إنه البنت الصبايا بالمرحلة الأخيرة، خلينا نقول الزلزال، الحرب، بنفسيتها شوي إنه هي قاعدة بالبيت، أهلها ما عم يخلوها تطلع برا البيت، شوي ما قادرة تكون عم تعتمد على ذاتها، فنحن حاولنا من خلال التدريبات النفسيه نأهلها نفسيا، يعني انه انت فيكي، انت قادره تطلعي، قادره تشتغلي، عندك مشروع ممكن تحصلي على تمويل، ممكن انت نفسك بمرحله، خلينا نقول بمرحله بدائيه من خلال مبلغ مالي قليل مثلا شوي ممكن انت تبداي بمشروعك. فلهيك نحن شوي ضوينا على الشق النفسي، وكان في تدريبات لها علاقه بالموافقات وتراخيص المشاريع، يعني كمان كل صبي بدها تعرف انه مثلا شو الاجراءات المطلوبه. كان في معنا دكتوره المهندسه ايمان كمان ضوت لهم على هذا الجانب.
كثير حلو. هي المجالات كانت متقاربة من بعضها، يعني 23 صبية كانوا بيهتموا بأي مجالات؟ هل كان في مجالات علمية أو كلها عملية يعني هاند ميد؟ لا، كان المشاريع مختلفة، يعني كان في مشاريع شيء له علاقة بالمواد الطبية، شيء له علاقة بتطبيق صيدلاني مثلا، شيء له علاقة بالأولوفيرا. في كثير كان في تنوع بالمشاريع اللي كانت موجودة عند الصبايا. طبعا مثل ما ذكرتوا كان في معرض للاعمال اللي عم تقدمهم الصبايا بالاضافه للمؤتمر. نحكي عن المعرض، يمكن عرضوا المنتجات اللي هن عندهم. تماما. هلا في صبايا كان فكره مشاريع خدمي ما قادرين يعرضوا، في منهم كان منتجات، فنحن كان عندنا صبايا مثلا شيء له علاقه بالمنتجات الطبيه، فقد ما كان الواحد يحكي عن مشروعه اذا في شيء ملموس ممكن الواحد يعبر عنه اكثر. فضمن المؤتمر بنص المؤتمر تقريبا نحن ساوينا معرض للمتدربات، ومرقوا كل الموجودين رجال وسيدات الاعمال الموجودين، كان في فعاليات اقتصاديه، كان موجود جمعيات شركاء المشروع. نحن المشروع كان جي سي اي بالشراكه مع مؤسسه وعي. فلانه نحن بنتقاطع بنفس الاهداف لتمكين المراه وخلق اثر مستدام لها. حلو. فحاولت كل صبيه تشرح عن فكره مشروعها بطريقه انه عم تعرض المنتج اللي لها، فالحمد لله وصلنا لنتائج جيده. حلو حلو. المشاريع اللي كانت غير ماديه او غير ما في منتجات فيها مثل خدمات، شو كانت؟ شو الخدمات اللي كانت تقدمها؟ شو الفكره اللي ممكن تكون عم تطرحها الصبيه؟ إذا بدنا نحكي مثلا عن إنه في كان مشاريع طبية مثل ما ذكرنا، في تطبيقات طبية، كان في مثلا مثل ما حكينا أولوفيرا وغيرها. هلا هون اللي خطرني إنه قد إيه كان في إقبال، قد إيه كان في تشبيك، قد إيه حصلنا على نتائج من هيدا المؤتمر اللي نحن عم نحكي عنه. هلا في تم تبني 8 أفكار لحد الآن. حلو. من المشاريع اللي انعرضت، وعلى أمل كمان يتم التبني الأفكار البقية، لأنه لسه عم نتواصل مع السبونسر وعم بيتم المناقشة بخصوص أفكار المشاريع. فللوقت الحالي تم تبني 8 أفكار، وإن شاء الله هيك مع ال احنا 23 فكرة، 23 صبية، تمام، 8 أشخاص أو 8 صبايا أو 8 مشاريع خلينا نقول تم تبنيها. هلا هون إذا بدنا نحكي عن الأعمار لهيدي السيدات اللي مشاركين، كلهم بعمر واحد، صغار كبار، أم في تنوع بالأعمار؟ هلا نحن حددنا ببداية المشروع الفئة العمرية اللي هي من 20 ل 35. حلو. صراحة نحن أخذنا بس 2 هيك قطعنا الشرط الحد، لأنه في عندهم أفكار حلوة وقت اللي كانوا معبعين الراطية. مثلا أنت لما تعبي رابط وفي شروط معينة وتجاوزتي هيدي الشروط عم بتعبي وعندك فكرة، ما أنت حابة الموضوع. حلو. فنحن اخذنا هذا الموضوع بعين الاعتبار. كان عندنا في مرأة ريفيه هي بتشتغل بشيء له علاقه بالمنتجات الريفيه حلو. وكمان الحمد لله انه تم تبني فكرتها. بس هي الفئه العمريه كانت محدده، وانه يكونوا كلهم طلاب جامعه او خريجين جامعه. حلو حلو. شو الجديد بالافكار اللي كانت موجوده؟ هلا بصراحه اكثر فكره كانت جديده هي تطبيق الصيدلاني. ونحن هيدي يمكن ضمن تندرج ضمن الخدمات اللي ممكن. تماما ضمن الخدمات. مش انت سالتي سؤال انه اللي ما عنده تماماً. اللي ما عنده منتج كيف عبر عن خدمته؟ تمام. هلا نحن كنا طابعين لهم على ورقه عريضه انه كل وحده فكره مشروعها، هدف مشروعها، شو المشكله اللي بيحلها. فالصبايا كانت بس كاتبت انه هي تطبيق صيدلاني عن طريق الموبايل خلينا نقول لرجال المسنين. مثلا اللي عنده دواء معين بينزلوا لهم الادويه عن طريق التطبيق، وبخلال سيستم معين بيقدر هذا الشخص انه مستجيب مسج بوقت الدواء. فكانت فكرته كثير حلوه وتم تبنيها. فهن عرضوا افكارهم، يعني حتى لو ما في منتج بس خدمه، بس قدروا الصبايا كثير من خلال التدريبات انصقلت بصراحه امكانياتهم، انصقلت افكارهم، قدروا يقدموها بطريقه كثير ظريفه وتم تبنيها. حلو. مريم، يمكن بحكم حضرتك مديرة المشروع، فهلا انا بنحكي عن التدريبات واهمية التدريبات. يمكن في كثير اشخاص عندهم مشاريع بالبداية مثل ما حكت ست صباح، انه يمكن انا ماني قادر ماديا اني ادعمه لهيدا المشروع، يمكن قادر ماديا ولكن ما عندي هيدي الخبرة اللي بتأهلني انا سوق لمشروعي بشكل صح او انا اعمله نوع من الادارة بشكل صح. حكينا عن هيدي التدريبات اللي تمت اكثر.
التدريبات صارت بثلاث مجالات. كان في مجال ريادة الأعمال اللي حكى عن مفهوم الريادة وعن التسويق لمشاريعهم وكيف بدهم يحولوا فكرتهم لواقع. وطبعا خلال التدريبات كان في تدريبات عملية كمان، كيف بدهم يعملوا جدول اقتصادية لمشاريعهم، كيف بدهم يكتبوا فكرة المشروع، كيف بدهم يكتبوا البروبوزل. هدول القصص كلها يعني تم تدريبهم عليها، لأنه هن متدربات جايين بالبداية ممكن ما يكون عندهم الفكرة الكافية عن الأساس أو كيف بدنا نبلش بفكرة مشروعنا شكل صح خطوة بخطوة. صحيح. فهي كلها كنا معهم فيها. وكمان بمجال النفسي، كونه كتير تعرض بالظروف الأخيرة، كوارث طبيعية وحروب، فكتير هذا الشيء بيأثر على نفسية المرأة أو الإنسان بشكل عام. صحيح. يعني فتم تدريبهم مثل مهارات التواصل الذاتي، كمان كيفية إدارة الأزمات والخروج منها والتعامل معها. وفي كمان تدريب كان اسمه تدريب الـ HCD، هو التصميم المرتكز على الإنسان. فكان في اهتمام كبير بهذا الجانب. بالنسبة كمان للتدريب الإداري كمان نفس الشيء، كيف بدهم يكتبوا البروبوزال بشكل صحيح واسع أكثر، الجدول الاقتصادي، التفاصيل كلها اللي بتخص المشروع. حلو حلو. رح نروح لتقرير ونتعرف أكثر على المشروع، أكيد راجعين نكفي حوارنا. متابع مشاهدينا التقرير لزميلتنا نور إسماعيل، باللقاء القادم. التغيير الإيجابي في عالم الأعمال، مساحة مشتركة بين السيدات ضمن مؤتمر المرأة الرائدة في فندق روتانا في اللاذقية لصنع شراكات للاستثمار بمشاريع صغيرة ومتوسطة وكبيرة، وهو ثمرة تعاون بين الغرفة الفتية الدولية GCI وجمعية وعي. اليوم مشاريعنا هي أفكار ريادية، اليوم مشاريعنا هي مشاريع بالفعل بتعمل تغيير بالمجتمع اللي نحن موجودين فيه، ونحن دورنا كJCI كمنظمة نعطي الفرصة لحتى الشباب لحتى بالفعل يكونوا قدوة لحتى يعملوا هذا التغيير. بمؤتمرنا اليوم عم بيعرضوا مشاريعهم لرجال أعمال وسيدات أعمال موجودين معنا بالمجتمع، وعم بيعرضوها كمان على الأخصائيين لحتى ياخذوا النصائح كيف ممكن يطوروا من المشروع. إجت فكرة المشروع من حاجة المجتمع، حاجة الصبايا والنساء عنا لدعم أسرهم وأطفالهم، يمكن دعم حالهم كمان إذا صبايا غير متزوجات عندهم أفكار وطموحين. حبينا نقدم لهم مجموعة من التدريبات لينموا أفكار مشاريعهم، يقدروا يحطوا جدول اقتصادية، كيف ممكن يسوقوا لمنتجاتهم. مؤتمر المرأة والأعمال يجمع بين سيدات الأعمال السوريات اللواتي لديهن الدور الاقتصادي الفعال مع سيدات راغبات بالدخول في عالم الأعمال والاقتصاد. مشروعي هو هابي فاميلي، حضانة أطفال على مدار 24 ساعة. بنشتغل بنظام الساعات، يعني نحط الطفل عنا لو ساعة واحدة ما في أي إشكال، لا بحيث إنه الأم تقضي حاجة بترجع على بيتها. مشروعي هو كوكينج أكاديمي، يلي هو أكاديمية مختصة بتعليم الطبخ بنوعيه الشرقي والغربي بالإضافة للمقبلات والحلويات طبعاً. طبعا الهدف من المشروع هو تخفيف من البطاله اكيد، يعني وكونه مجال المطاعم هو المجال الرائد هلا حاليا عندنا نحن سواء بالبلد او خارج البلد، رح يعطي شهادات مصدقه اكيد بتخول الحصول على فرص عمل ضمن البلد وخارجها كمان. المشروع موجه للصبايا، بدايه للصبايا اللي هن بوزن زائد وشباب بوزن زائد، رح يامن لهم ملابس سهره تصميم وتاجير، اضافه للشباب كمان اللي هن بقياسات كثير صغيره ميديوم سمول ما بيلاقوا كمان هي القياسات بالسوق، كمان رح يكون في تاجير بدلات رسميه، واخر شيء للأشخاص ذوي الإعاقة رح يأملون تصميم ملابس يعني مريحة وبتعطيهم مظهر لائق لإلهم. بحب أقول إنه if there is a will there is a way، لما يكون في إرادة وإصرار دائما أكيد في طريقة، وهي الطريقة بتختلف من شخص لتاني، أكيد رح يكون في حسب ظروف كل حدا بيدور وبيلاقي الطريقة اللي بتناسبه، بس يكون في إرادة وإصرار على تحقيق الهدف والنجاح. يهدف المؤتمر إلى التجديد في عالم الأعمال من خلال تعزيز دور المرأة في المجال الاقتصادي والتحفيز لإنشاء مشاريع خاصة. أكيد
أكيد بدنا نوجه تحية لكل هدول السيدات اللي مصرين دائما يكفوا الحياة بطريقتهم الخاصة ويضيفوا بصمة كتير جميلة لعائلتهم ولا أنفسهم. أكيد يمكن شفنا هيدا الإقبال على هيدا الموضوع، هيدا الإقبال يمكن بيشجعنا دائما كمسؤولين عن هيدا المجال يكون في عنا عطاء أكتر، يكون في تنسيق أكتر بالمرات الجاية. نحكي عن الخطة الجاية لهيدا المشروع وكيف ممكن تطوره. تمام. هلا نحن كجي سي اي بنشتغل ضمن قطاعات، هيدا المشروع بيندرج ضمن قطاع الاعمال، فاذا طبقنا السنه الجاي مشروع مشابه او كمل جزء من هذا الجزء الثاني خلينا نقول للمشروع، ممكن نحن نساوي شراكات مع غرف، لانه جي سي اي موجوده بغرف بسوريا، بتسع غرف بسوريا، ممكن نشبك بيناتهم يكون على نطاق اوسع، لانه وقت اللي نحن بدانا بمرحله تدريبات ونزلنا رابط التسجيل كثير من الصبايا من محافظات ثانيه سالوا انه حابين يكونوا بالمشروع، حابين يحضروا تدريبات، بس هو كان موجود فقط لمدينه اللاذقيه. فممكن تكون الخطه بالمرحله القادمه انه يكون على نطاق اوسع، ناخذ شريحه اكبر، يكونوا عدد المستفيدين من السيدات اكثر، وبالتالي انهم يقدروا يستقلوا ماديا ويصير لهم خلينا نقول دخل مستقل. حلو. ماري، من خلال تواجدك مع المتدربات خلال هيدي الفتره، شو نصائحك لكل سيده صبيه عندها فكره ولكن مثل ما حكينا ما انا قادره انها تنفذها بالوقت الراهن؟ هلا بالبداية في كتير صبايا كانوا مثلا يترددوا أو يخافوا بتطبيق مشاريعهم أو يخافوا حتى من الظروف الحالية، إنه أنا إذا هلا بدي بلش بتطبيق فكرتي أنا شو بدي، ممكن ما يعني ما حقق الدخل اللي بدي اياه او شيء. هلا دائما مفهوم رياده الاعمال هو فكره جديده لحل مشكله جديده بالمجتمع، نحن لازم نوظف هي الافكار بحل مشكله موجوده عندنا لحتى على القليل نساهم بتحقيق التعافي الاقتصادي للبلد اللي نحن عايشين فيه. وما يوقفوا عند أي تحدي بيواجههم، لأنه رائد الأعمال بالنسبة له أنه ما عنده شيء اسمه مشكلة، عنده شيء اسمه تحدي، أنا كيف بدي أتعامل معه وواجهه لحتى أتطور أكثر. فأوقات كتير بتطلع فكرة المشروع من معاناة أنا عم عيشها، فبدي حل هاي المشكلة الموجودة اللي هي بتكون أكيد معاناة ممكن لآلاف الناس الموجودة. صحيح. بالمجتمع. فنتمنى انه كل صبيه عندها فكره مشروع انها ما توقف عند حد معين وتتشجع لحتى تطبق فكرتها على ارض الواقع. اكيد بدنا نشكركم على هيدي الجهود اللي قمتوا فيها خلال هيدي الفتره الماضيه، وان شاء الله بنشوف تطور وازدهار لهدول المشاريع اللي قاموا فيها السيدات وبنشوف نجاح كثير واسع. بدنا نشكرك ماري طبيقي مدير مشروع المراه الرائده، نورتي صباحنا، اهلا وسهلا فيك. شكرا لك. وصباح العلي نائب رئيس الغرفه الفتيه الدوليه باللاذقيه، نورتي صباحنا، اهلا وسهلا بحضرتك. شكرا لاستضافتكم، شكرا لاهتمامكم بالمراه. شكرا كثير، يعطيكم الف عافيه.